السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديده سور ما شين. الفيديو ديال اليوم كما غادي تكونوا شفتوا في العنوان هي في صاله ديال جلابه. يعني حاولت مدام دائما كطلبوا مني انني نصور فاش نكون كنفطر. هذا مازال مشروع جلابه، غادي نديرها جلابه البرد باش يلا نجيبها مع البرديه هذيك، حيت باغا نخدم فيها لو بوين دو كرو. غادي تكون جلابه مسوده من الامام بالقب. هاد الثوب اللي عندي انا هنايا نتوما كتشوفوه مصوف شويه، ما عرفتش صراحه شنو سميتو، داير بحال شي كشمير ولكن ماشي اون تري بون كاليتي. المهم هاد الثوب انا عندي فيه غير جوج متر، ولكن عندي الا شفتوا واحد البول اللي كنت درت، واحد داك البول اللي على شكل شلال الواتر فول كارديغان، هذاك لو موديل صافي عييت منه صراحه، ونفس الثوب. دونك غادي ناخذ منه القب ونخليه زعما حتى نشوف ندير به شي حاجه اخرى. المهم غير روسيكلاج ديال نفس الحوايج. الوغ غادي نوريكم هذه كيفاش البوان دو كرو. غادي نخدمو غير انا النيت. الثوب عندي فيه جوج متر، غادي نحيد الكميم هما اول حاجه كما العاده. غادي نحيد 50 سنتيم ديال الكميم، هذا راه فيه يمكن عندي شي عامين، وقلت يلا نخدمه نجيبه مع البرد. هو هذاك باقي الحال سخون، ولكن هذا وجهه نقلبه على الظهر، نطوي دائما الوجه لداخل والظهر برا باش زوين هاد الثوب ديال البرد. القمه محتاج لها فنايت لا حتى حاجه. الوغ هنا من بعد ما طويته، المهم كنطويه على الطول، ها كما كتشوفوا ها هو الثوب هنا فين معرم، طويها على الطول جوج مرات، تنطويها على جوج، من بعد طويته على اربعه باش يجيني ساهل في التقطاع. وغادي نعبر 50 سنتيم، نعبر 50 سنتيم نص متر، وغادي نقطع بالمقص ونحيد عليها الطريف. دابا خديت الثوب اللي بقى ليا، بقى ليا مربع متر ونص على متر ونص كما دائما، طويته على أربعة، ها نتوما طويته على جوج المرات التالية، وعاد طويته عاوتاني على جوج، وكيعطيني هكا. دونك انا مادام باغية كلشي يجيني مسدود، يعني هاد الامام هذا غادي نبدا الخدمة ديالو من هنايا من البلاصة اللي مسدودة. دونك غادي نديرو هانتوما، دائما كنديرو الظهر هو الاول ماشي الظهر، العنق من اللور. رنديخة كنت خارجة غير دخلت نويت باش نفصل ونبدا الخدمة، يلا نسالي في شي سيمانة هكاك، وقلت علاش لا اجي نصور. دونك ما كناخذش بعين الاعتبار هاد الجنيب هذا اللي كيكون في الثوب، حيدو عليكم غيبقى غير مرتكم في الخياطة. دونك حسب جوج سنتيم من هنايا، من هاد الفوق هذا لهنا جوج سنتيم، وغادي ندخل واحد الدخيله هنايا بخمسة سنتيم ها هي، وهنايا بسبعة. المهم انا غير بحكم هادشي كنعاودو ونعاودو ونعاودو، تقريبا سبعة ثمانية، سبعة ولا ثمانية، هادو هما القياسات اللي كيديرو كلشي. هكا اتغدى ما بيدو شادة هادو بيد، نحطو هنايا كما غادي ندير القياس ديال الكتاف. انا كندير 19، كل دير قياسها كنحددو في اكثر من نقطه هكا، غادي نهبط بواحد 3 سنتيم هكا، نجبد شي مسطر تاع الحوايج. الوغ غادي نهبط من الفوق، من هنايا غادي نهبط بالتركيز، غادي ندير فيه غير 21 بارك عليا. هاد التركيز عرفتو راه فيه بزاف ديال القواعد وكل كيقول حاجه، صراحه ما عارفاش انا شي قاعده اللي انا كنديرو عيني ميزاني وصافي. 28 كندير في الصدر لان هاد ديال البرد هو لابد غنكون لابسه تحت منها، دونك زدت واحد شويه. غادي نجي للمنتصف من هنا حتى لهنا كما العاده، هادشي راه غير كنعاودوه، داكشي علاش ما كنركزش بزاف، انا غير باش تشوفوا صافي. يعني اللي غتشوف لي اول مره ما تشوفش هاد الفيديو، تمشي تشوف ديال
ديال الباترون دو باز باترون اساسي ما تشوفش غادي تقولي كتزرب ما كنشوفو والو داكشي واه سي نورمال باسكو ما يمكنش نعاودو نفس الحاجه في الفيديوهات كاملين غادي غير نضيع الوقت وصافي دونك غادي ندير ارتفاع الصدر كندير فيه انا مره 40 مره 41 مره 42 هذه جلابه غادي ندير 42 فوالا وما غاديش نديرها الصراحه مزيره غادي نديرها شويه واسع يعني هذا القياس ديال الحزام ديالي غادي نكبرو انا نغولو وندير فيه 24 25 دابا غادي ندير اكثر نحاول ندير 27 ندير 27 مزيان الصراحه هنا فاش وصلت لهاد المرحله هادي من هنايا من تحت الابط حتى الحزام غادي نديرو بهاد الريغله هادي هكا وغادي نهبط صراحه غادي ندير لي فازمون كامل اللي هانتوما كتشوفوا ماشي ما كاينش بزاف في العرض غادي ندير هاد لي فازمون كامل اللي بقى ليا ونحاول ما نطولهاش لان البرد وراكم عارفين الشتاء وداكشي وغادي نحتاج ولا بد نلبسها مع دي بوت ولا بد المهم على حسب الا جات زوينه راه غتلبس مع لي بوت الا ما جاتش مزيانه تلبس مع بانطوفه في الدار الوغ من هنا غادي نشوف الطول ديالي شحال باغيه في الطول انا صراحه ما عرفتش شحال باغيه في الطول عاد نعبر راسي ونشوف ندير متر 40 مزيان دونك غنحسب متر 40 من الفوق تحت من هذيك الخطوطه اللي قلت لكم مثلا ما ديروهمش بعين الاعتبار واحد لابوبي دارت لي طياره غادي ندير متر 40 هيا نحسبها عاوتاني في نقطه اخرى تخافوش انا غادي نوريكم فوالا دونك حسبت متر 40 ديالي حتى لهاد النقطه هادي انا حددتهم كمسا وغادي نجي نربط من هاد النقطه هادي ديال الحزام حتى لهاد النقطه هادي هنايا بخط واحد مستقيم وندير واحد التقويصه كمسا باش ما يجينيش القنت من بعد ما قطعت هاد الثوب ديالي غادي نشد طريف واحد جزء وغادي نلوح الاخر لان خاصني نقاد الكول دابا عندي فيهم جوج الكول ديال الظهر غادي نعاود نطويهم مزيان هكا جي قطعة على القطعة وغادي نصاوب الكول انا مادام غادي نلبسها مشدودة يعني خاص الكول على الاقل نضمن انه غيدوز ليا راسي الوغ غادي نهبط انا بواحد هبطت يدا بجوج ندير 12 لا غادي ندير 11 سنتيم انا غادي نهبط هنا ب 11 هكا ونكون سيغ درت غير بيدي ولكن المهم نديرو تقريبا هي هكا ونقطع الكول هو المقص يعني هاد التوتوريال هذا ديال الكسر حقيقي جدا ما فيه لا تفركيس لا حتى حاجه يعني بحال هكا تنفصل فاش تنكون غير بوحدي غير صورتو لكم وصافي دونك عندي الامام هو هذا بهذه الطريقه هذيك الرشيمه اللي غادي ندير غادي تجي هابطه بحال هكا تجي هابطه من هنا من القدام وهنا غادي يشد القب وصافي فوالا دونك هذا هو الجزء دابا نفصل معكم الكمين ناخذ القطعه ديك 50 سنتيم اللي قطعنا في الاول غادي نشطها يعني تنطويها على الظهر كيما قطعتها خليتها غادي نطويها هكا على جوج عاوتاني طويت في الاول على العرض دابا غنطوي على الطول هكا دونك الجهه المسدوده هي هذه اللي مولياني انا وهنايا الجهه المفتوحه اول حاجه كنديرها كما وريتكم في الكريم هذه غير اعاده وصافي دونك كنهبط كان ب 12 سنتيمتر هذه قاعده 12 سنتيمتر 5
pistes là, je vais être trop sûre. Voilà. Ou quand j'ai mis le haut de la quenette, le haut de la quenette, je vais le haut نحسبها هنايا حين تكبرت دابا شويه صدر نحسبها غير بالمتر بهذه الطريقه دونك عطاتني 26 سنتيم 26 سنتيم دونك من القنيت كنهبط هنا حتى كنلقى النقطه ديال 26 سنتيم ها هي جاتني هنايا كندير الخط ديالي المهم انا كنوريكم الطريقه كيفاش كندير وصافي يعني بزاف د الحوايج ما كنحترمهمش لان صافي يعني كنحدد المنتصف ديال هذه المسافه هي 13 كانت عندي 26 كنقسم المنتصف ديالها وكنهبط هنايا دونك نديرو هكا وهنا كنطلع نيت هذيك القوس وكنهبط الطول ديال الكمامه عارف شحال غندير فيها ونقسم لها من بعد نشوف شوف شحال بغيت في الطول حتى نركبو كاع ونقيسونا مهم انا غادي ندير 60 هنايا حتى نشوف لان نقدر حتى ندير فيها شرشيمه ونشوف العرض بغيت لكم يمكن عرض لان غادي يكون ديال البرد المهم شويه نديرها هكا هذه 30 دونك غندير هذا القياس هكا هذه 30 غادي ندير 15 اذا دونك غادي ندير 15 هنايا في العرض يمشي عرض بزاف شويه وصافي هاد 60 جاتني قليله يمكن غادي ندير شي 64 حتى نقص من بعد نزيد واحد شويه فوالا فاش تشكو في شي حاجه هكا اللهم زياده صافي وغادي نقطع لكم جوج قطع ديال الاكمام هما هادو كنصاب هاد الطريقه نقدر هنايا غادي ندير شي رشيمه صغيره هكا غير تجي من الفوق ديال الكمامه دونك هذه الفصله ديال الجلابه بالنسبه للقب ما غاديش نديرو دابا لان غادي نتسنى حتى نخدم الجلابه ونشوف الا جاني هذاك الطرز مزيان واخا حتى خسرت هذاك البول الا ما جانيش مزيان غادي نرد البيجامه في الدار ما غنركب ليهاش القب دونك اون توكا ما غادي نحط الفيديو حتى غادي نكونوا افونسيت شي شويه وديك الساعه غادي تشوفوا معايا واش هذا المشروع هذا كمل جلابه ولا كمل بيجامه دونك بوغ الفصاله هي هذه اليوم هو اليوم الخامس ولا اليوم الخامس من بعد ما فصلت الجلابه كما شفتوا انني فصلت لي بيس كاملين ما عدا القب لان عندي غير جوج متر ديال التوب وكنت كنقول كما قلت لكم الا طلعت مزيانه في الطرز وداكشي غادي القب غادي نحيدو من هذاك البول اللي كان عندي الوغ فعلا طرزان غادي نوريكم الطرز كيفاش جا ولكن هذاك القب مادام غيكون غير قب ديال جلابه وما كيكونش كبير بزاف قلت اجي نخرجو غير من هذاك غير من لي شوت اللي بقاو ليا ديال التوب هاكبر الوغ باش تكمل عندي الصوره درت اولا الباترون ديال القب ديال الجلابه ديالي هو هذا راه كاين فيديو ديال الطريقه ديال القب يعني باش ما نعاودوش هو هذا القب وجبت الطريفات اللي بقاو ليا ديال الجلابه وحاولت انني نشوفهم المقاييس ديالهم شحال فيهم في العرض وفي الطول وداكشي وعلى اساسهم نقسم هذا الباترون ديالي باش بحال القب نفصلو على دو بارتي ولا تخوا بارتي كاع الا احتاجيت ومن بعد ديك الساعه نخدم غير لا ديكوراسيون ديال هذوك الملاقيات في القب وصافي نخلي هذاك البول بلا ما نخسرو غير على حساب القب الوغ درت هذا الباترون بحال هكا وعلى حساب هذوك لي شوت اللي بقاو ليا بحال هادشي هذوك الطراف اللي غيبقاو من الطول لانني درت غير متر و40 اللي بقاو من الجناب هذاك الجناب د الفوق اللي بقى ليا من الكميم حيت حتى الكميم حتى هما ما غاديش يشدوا ليا هاد 75 سنتيم كامل هاد العرض
يعني تيبقاو طريفات بحال هكا. انا وفصلت هذا القب وخيطته، المهم غير غنوريكم الطريقه كيفاش. هو انني خديت هذا القب ها هو، وعلى حسب الطريفات اللي بقاو عندي يعني حددت اولا في الباترون الجهات اللي بغيتهم، اللي ما كرهتش انهم يكونوا مسدودين ماشي مفتوحين باش ينقصوا عليا الخياطه. كتبتهم باش ما نتلفش، يعني كتبت مطوي مطوي في هاد الجهه هادي ديال العرض ديال القب، هي اللي بغيتها تكون مطويه. وبديت كنطوي التوب على جوج هادوك الطريفات اللي شايطين ليا، وكنقيس كنحط وكنقيس وكنشوف العرض شحال جاني. مثلا لقيت هذا ها هو هكا عريض كافي، يعني نقدر كاع نحدد مثلا حتى الطرف ونحدد هنايا، وهاد الطريف اللي بقى ليا نفصلو في جهه وحده اخرى، ناخذ عاوتاني طريف من جهه اخرى. انا كنعطيكم غير مثال طريف من جهه اخرى ونحط عليه، ونفصل غير هذيك لابوند اللي خاصاني، ومن بعد غادي نلاقيهم بالخياطه. ما ننساش غير نخلي واحد نص سنتيم من الخياطه في كل بلاصه، لانه ولا بد غنحتاج باش نجمعهم. دونك بالنسبه ليا انا على حسب التوب اللي شاط ليا قسمت الباترون غير على جوج من هذا الخط هانتوما اللي كتشوفوه، وغادي نوريكم كيفاش جا فاش خيطته. فوالا هذا هو القب ها هو، وهذيك الملاقية جاتني هنايا، جاتني هكا ودرت ليها هانتوما كتشوفوا، درت ليها غير الخيوط ديال البتة، درت عين عين عين. هاد الغرزات رغت الا ما كنتوش كتعرفوهم راه غتلقاو بزاف، كاينين في سوا في يوتيوب ولا في بينتريست ولا في جوجل، غتلقاو هاد انواع الغرزات. انا درتهم نسبه دوك جوج الوان. واحد الحاجه انني بدلت الالوان اللي كنت مقرره ندير، كنت باغا ندير هذاك الحمر وهذيك الطرزه، بدلت كومبليتوم داكشي. المهم انا تنبدل رايي خمسة المرات في النهار. المهم هذاك النهار غيرت رايي وليت دايره هاد جوج الالوان، دايره هاد البيغ ودرت الكري. هانتوما كتشوفوا هنا درت هاد الفلوكون دو نيج، ودرت هادي باش نغطي بها الملاقيه. وحيت القب ما مفينيش مزيان وفيه هاد الخياطه وداكشي، درت ليه التبطين بهذاك الفيغ، هاد التويب كان شايط ليا. والطرز هو هذا، انا مازال ما كملتش الخياطه، درت غير الامام والظهر باش نركب القب. الطرز هو هذا، هانتوما كتشوفوا هاد الالوان، انا عزيز عليا هاد الفيغ بزاف. هانتوما كتشوفوا حتى في هاد البلاستيك وداكشي زعما عزيز عليا. درت هاد الوريضه بالفير والكري، درت جوج وريضات هنايا، و صافي ركبت القب. وباقي لي غادي نركب غير الكمايم، الكمايم ما فيهم حتى شي حاجه كاع يعني سامبل. وجاب جيب ما عرفتش سوا الا درتهم على برا، يعني ستيل ان بو بحال ستيل ماشي تقليدي، نقدر ندير فيهم حتى هما هاد لو موتيف هذا ديال هاد الفلوكون دو نيج. دابا على حسب هاد التوب اللي شات ليا واش نقدر نخرج منه جياب اللي جوبني برا ولا لا. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للفصاله. غادي ننزل ان شاء الله هاد الفيديو هذا غير باش تشوفوا الفصاله ديال الجلابه وكيفاش حتى نتوما الا كان عندكم قليل التوب وبغيتوا تخرجوا منه القب، تحاولوا انكم دائما ديروا الباترون وديروا فيه قسموا، ديروا هذوك لي ترانسفورماسيون كاع كلهم غير في الباترون، وحطوا التوب وفصلوا عليه، حطوا على التوب وفصلوا عليه. فيت فوالا دونك سي تو، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الا بغيتوا تشوفوا الجلابه فاش تسالي ان شاء الله غادي نحط لكم شي صور ولا ندير شي فيديو مختصره على الشكل النهائي للجلابه. باي باي.